بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. صديقي العزيز، لازم نتكلم برضه على اخونا ابراهيم دياز، وهو بيشكر الجماهير وكمان بيتكلم على سعادته الكبيره جدا جدا بالهدف اللي سجله وان هو ساهم في فوز المنتخب المغربي. وطبعا ابراهيم كتب على انستغرام ان هو سعيد جدا بمشاركه المنتخب على ضمان النقاط الثلاثه وان هو متشوق للتحديات القادمه. وعلى فكره قبل كده برده كان بيشكر الجمهور. يا صديقي العزيز ابراهيم جاهز، هرجع تاني تالت ورابع اقول ان هو كواليتي مختلف تماما في المنتخب المغربي، لاعب بشخصيه مختلفه تماما، لاعب بمهارات فرديه مختلفة، لاعب يقدر يساعد المجموعة بشكل كبير جدا، وده اللي انا كنت بتكلم فيه على ابراهيم دياز. وهفضل دايما اقول ان ابراهيم دياز يقدر ان هو يفيد المنتخب المغربي ويفيد ريال مدريد سواء على الطرف او سواء في العمق. ابراهيم دياز لاعب فوضوي، بيقدر ان هو يشكل خطورة في اي حتة هو بيلعب فيها، بيلعب في ناحيه اليمين يقدر يشكل خطوره، يقدر بمهارته الفرديه ان هو يشكل خطوره، بيلعب في العمق يقدر ان هو يشكل خطوره. فوضوي، مش مع ما يعني مش متمركز بمكان معين، يقدر ان هو يتحرك في كل حته في التلت الامامي، وده معنى ان هو لعيب فوضوي. فابراهيم جاز قوته اصلا في ان انت تديله الحريه وحريه الابداع بتاعه هو، فده يقدر يعمله ابراهيم دياز، وتحديدا حريه الابداع بتاعه بتكمن ناحيه اليمين وعمق الملعب. هو بيحب كتير يتحرك ناحيه اليمين سواء على الطرف او لجوه الملعب، وعمق الملعب بيكون دايما ايجابي على المرمى. ابراهيم بفينت واحد بس قدر يخلص المباراه. ابراهيم يقدر يساعد المنتخب المغربي في المستقبل، يقدر كتير يساعد المنتخب المغربي في المستقبل، واحنا كلنا متشوقين للتحديات القادمه في وجود لعيب زي ابراهيم دياز. انا بحب ابراهيم دياز ومستمتع جدا بابراهيم دياز حاليا سواء في ريال مدريد او مع المنتخب المغربي، وكل اللي بتمناه من ربنا ان اللاعب ده ما يتصابش وربنا يبعد عنه الاصابات، لان ابراهيم عدوه الوحيد هو الاصابات. انما فنيا لا، الولد ده قادر ان هو يعمل اضافه لاي مكان بيلعب فيه.